حسابك 99. كم يا وليدي؟ 99. ايش ذا يا عمي؟ ما معك الا فكه، ما معك كفيزه؟ ما عندي الا هذه والله. يا عمي الله يرحمني والدينك، بتعطل الناس، شوف الزباين راحوا، شوف. لا لا راحوا الزباين. لا لا ان شاء الله عد شوي شوي. يا عمي مستعجلين الناس. عيون الناس كانت بتتابع بانتباه شديد. لو سمحت اطلع برا الصف وعد على راحتك. يا اخوي اقعد ساعه احسب لك، يا اخوي ايش فيك انت؟ لو سمحت ساعه. لو سمحت شوف الحرمه بزعلانه اصلا. لو سمحت كم ناقص له؟ كم ناقص له؟ كم ناقص له؟ وراك ناس تنتظرك ورا. يا اخي قدموك ساعده، خليه يطلع برا الصف ويعد. كم حسابك؟ كم حسابك؟ 99. بدفع. الرحمة أفعال ومواقف بجد. من أنت؟ أنا بدفع، ما دخلك. أبوك؟ ما هو أبوي بس كبير بالسن. أنا بدفع. جزاه الله خير. ما يقصر. وش بتسوي؟ بحاسب عليه وخليه يخرج. لا معليش ممنوع. مو لك ساعة أنت تصرخ قدام الناس شايب، ما يصير كذا يا أخي. أنا بدفع. جيب الشبكة. شوفي يمكن يطلع يمكن يطلع. أبوك؟ مالك دخل؟ ابوي ولا ابو مين؟ عمك. بالنهاية مالك دخل، احنا نبغى ندفع خلاص. كم حسابك؟ ها مرة. يا اخي ايش عليك؟ ابوي هذا ابوي. بنت ولا اجمل وشجاعة تستحق التقدير. الله يهديك الله يهديك، وسع صدرك. احمد شوفان طب وسع صدرك، وين انشراح الصدر الله يجزاك خير؟ عطني الشبكة حقتك خليني احاسب لها. يا ابن الحلال عطني الشبكة حقتك وحاسب لها. الله يجزاك خير. ما ادري ايش فيك. احد من اهلك؟ اي ابوك. لو يكون ابوك كذا شو تسوي؟ هذا مو زي ابوك. ابوي احسن منك. هي اللي صرنا. هو مو راضي والله، مو راضي. خذ هذه مش معليش. شفتها؟ تفضل. فجأة بدأت المناقشة تتحول لانفعال بشدة. حاسب رأيك حاسب الأكثر. ما أقدر. كيف ما تقدر أحاسب شبكة؟ ممنوع. إيش يبيهم منك؟ حاسب. وين دخلك أنت يا ابن الحلال؟ جاي تحاسب الناس. يا ابن الحلال أنت دخلت حاسب الآن. أنا ما جيت أشتغل عندك. يا ابن الحلال أصرخ على الرجال صرخ عليه. لو سمحت مالك دخل. لو سمحت مالك دخل. يا ابن الحلال خلاص يروح عند الكاشير بالك. لا عندك فط معنا بدخل. بس قد الوظيفة أطلع من الوظيفة. سالفة إنك تقعد بوظيفة تقعد نافخة على أي أحد. يا عمي بتكلموا كده ليه؟ بتكلموا بالراحه يا عم. انت عايز ايه دلوقتي؟ معلش يا اخي معلش يا خالد. ايوه بالراحه ما تكلموش كده. معلش معلش هو اللي مشغلك ما تراحني وظيفتك يا اصلا. ابوك رباك على الكلام ده يا اخينا بالله. ابوي احسن منك يا شيخ. ليه؟ لو ابوك احسن منك ما تصرف على ده. ابوك طيب؟ ايه؟ ابوك اه ابوي ايش دعوه ابوي يا ابوك؟ ايوه ابوي افصل عليك هنا قسم بالله جلد جلد. ردود الافعال الايجابيه كانت كتير وكنا محتاجين نناقش القضيه معاهم اكتر. 35. والدي كبير زي والدي، يعني ورقة كبير والدي. والدي كيف ينفع يعملوا المعاملة دي؟ أكثر شيء أتذكرت والدك يعني. والدي أنا بقالي 6 سنين مش عارف أنزل، مش عارف أشوف والدي. يجي هو يعملوا معاملة زي كده. مرة تأثرت يعني، تخيلت موقف أمي أبوي إخواني أي أحد يعني كبير بالسن مهما كان، حتى لما مو من حقه. واحد أكبر مني سنا واجب علي إني أحترمه. إحساس غريب. حسيت أبوي. الوالد موجود؟ ايه. وتذكرتيه حسن؟ لا ابوي يعني اكبر من عنده وشيبه وكذا، كيف يكلمه بهالطريقه؟ تحسي صعب ان تشوفي واحد كذا يكلم واحد شيبه. من الله امرك. My father, same incident in my India. He was died before 22 years ago. That time I was child.